قالت وزارة الخارجية السودانية إن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرر حل قوات الدعم السريع وإعلانها قوة متمردة على الدولة، وسيتم التعامل معها على هذا الأساس. وأكدت الخارجية أيضا أن الوضع الراهن هو شأن داخلي، مضيفة أن السودانيين سيتواصلون إلى التسوية بأنفسهم، فيما أشارت إلى أن كافة الوساطات الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت لإقناع الدعم السريع بالاندماج في القوات المسلحة فشلت لتعنت قادة الدعم في قبول هذا الأمر. هذا وأيضا اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بممارسة أعمال سلب ونهب لممتلكات المواطنين، وقال إن إعلانات السيطرة التي تصدرها قوات الدعم السريع كاذبة وتهدف لتضليل الرأي العام. الجيش السوداني أضاف في بيان أن قواته تسيطر تماما على جميع مقراتها، مشيرا إلى وجود اشتباكات محدودة حول محيط القيادة العامة ووسط الخرطومة. وتحدث بيان الجيش السوداني عن استمرار القوات الجوية بشن ضربات جوية ضد عدد من الأهداف والتي وصفها بالمعادية. الجيش السوداني أضاف أيضا أن الموقف العام مستقر وتعهد بعدم التراجع عن المسار السياسي الذي التزم به. أيضا وفي المقابل، قائد قوة الدعم السريع محمد حمدان دقلو قال إن قواته ستستمر في ملاحقة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وتقديمه للعدالة. دقلو دعا أيضا المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل ضد ما يقوم به قائد الجيش. كما أيضا لفت قائد قوة الدعم السريع إلى أن قواته تتخذ كل الإجراءات لضمان أمن وسلامة الشعب وحماية الديمقراطية. إذن تتواصل الاشتباكات والمعارك في مناطق متفرقة من السودان وتبقى العين على الخرطومة. الجيش السوداني قال إن بعض البنايات بمحيط القيادة العامة للجيش تتعرض لاستهداف، بأنها سقطت، وأيضا للإيحاء بأنها سقطت بأيدي المتمردين، مضيفا أن القوات المسلحة تتمسك بمقراتها، كما أنها اقتربت كثيرا من لحظة الحسم وانتقلت إلى الأطوار الأخيرة من المعارك. وشدد الجيش على أنه سيواصل تضييق نطاق التعامل مع الميليشيا المتمردة بقدر الإمكان، حرصا على عدم التسبب بأي خسائر بين المواطنين. وقال الجيش أيضا أنه يدير المعركة كما هو مخطط لها، ويعمل طبقا لقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني. نشاهد الآن هذه الخريطة، وفي هذه الخريطة التفاعلية تظهر مواقع هذه الاشتباكات أيضا حيث بالسودان، حيث كما يظهر تتركز بشكل أساس بمناطق متفرقة بالعاصمة الخرطوم. كذلك هناك اشتباكات في بورت سودان شرقا وأدمازين جنوبا ومناطق متفرقة بغرب البلاد. نعلم بحسب هذه التصريحات والتصريحات المتضاربة، يعني ما يعلنه الجيش السوداني من التمركز والحفاظ على مناطق استراتيجية وهامة في البلاد، نرى تصريحات مخالفة تماما من قبل قوة الدعم السريع. وبالتالي يعني هناك أنباء متضاربة عن هذه الأماكن والمناطق الاستراتيجية في البلاد. بعد قليل نتحقق أكثر عن طريق مراسلين على الأرض لنعلم يعني تمركز هذه القوات، إن كان لجهة قوات الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع والتي يعني تعتبرها الآن الحكومة. وكما استمعنا من وزارة الخارجية السودانية بين قوات متمردة على الشرعية ويعني خارجة عن سلطة الدولة. إذن هذه هي صور ومشاهد لهذه الاشتباكات بالخرطوم كما تتابعون على هذه الشاشة. مجموعة من الأخبار العاجلة ما زالت تتوارد من هناك من السودان، وهو الجيش السوداني كما نرى على الشاشة يقول بأن القوات المسلحة أي قوات الجيش السوداني تسيطر على معسكرات الدعم السريع بالفاشر. إذن يعني مزيد من التفاصيل نتابعها بعد قليل مع مراسلينا على الأرض في السودان. This power also who ousted al-Bashir or helped after the peaceful revolution in ousting al-Bashir. The two men had ambitions in ruling the country, but now it's hard to predict whether it's a power conflict or it's battle. We'll be right back.
شكرا للمزيد من التفاصيل. تنضم إلينا من أم درمان مراسلة الشرق مها طلب. مرحبا مها، أطلعينا لو سمحتي على كل ما هو جديد لديك. نعم سحر، يعني ما زالت الاشتباكات تدور بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالقرب من قيادة الجيش ومحيط القصر الرئاسي ومنطقة السوق العربي الخرطوم شريك. كل هذه المنطقة تدور فيها اشتباكات منذ الصباح بين الجيش والدعم السريع. دعيني سحر أشير الآن إلى مصادر عسكرية أشارت للعاجل الذي وردنا أن هنالك الجيش سيعلن عن وقف لإطلاق النار اليوم لمدة 3 ساعات لإقراض إنسانية. هذه المهلة سوف تبدأ عند الساعة 4. الجيش فقط في أم درمان أم في كل السودان؟ لا، في كل السودان سحر. هذه المهلة ستنطلق عند الساعة الرابعة، هي المهلة الأمم المتحدة التي تم الاتفاق حولها بين قائد الجيش وقائد الدعم السريع. المصادر العسكرية أكدت إلى أن القوات المسلحة ملتزمة بهذه المهلة واليوم ستعمل على تنفيذها لأقراض إنسانية وستلتزم بهذه الهدنة لترى مدى التزام الطرف الآخر، ويقصد المصدر الطرف الآخر قوات الدعم السريع. هذه المهلة بالتحديد متى تبدأ؟ 3 ساعات؟ بعد ساعة من الآن سوف تبدأ عند 4 عصرا، سوف تبدأ هذه الهدنة 4 عصرا بتوقيت الخرطوم، السادسة بتوقيت دبي. إذا ننتظر بعد أقل من ساعة من الآن أن تبدأ هدنة، مدة هذه الهدنة 3 ساعات بحسب هذه المصادر الخاصة لك مها. إذا هذه المصادر تقول بأنه 3 ساعات هي هدنة أممية وافق عليها قائد الجيش كذلك قائد الدعم السريع، وهذه الهدنة ستكون بمثابة يعني اختبار للجهات إذا كانت ستلتزم، وهذه الهدنة ليست فقط في أم درمان أو الخرطوم، هي في جميع عموم السودان. نعم سحر، يعني إلى ذلك ستتواصل بعد الساعة 7 وفقا للمصادر العسكرية الاشتباكات بين الطرفين الدعم السريع والقوات المسلحة بعد هذه الهدنة. لكن أيضا المصادر أكدت على أن الجيش مصادر العسكرية من القوات المسلحة السودانية إنها ستلتزم بهذه الهدنة، لكن في حال يعني كان هنالك أي خرق لهذه الهدنة من جانب قوات الدعم السريع سيتعامل معها الجيش بالحسم. أيضا دعيني سحر أشير إلى أن هنالك العديد من المواطنين السودانيين عالقون في عدد من المناطق، هنالك نقص كبير في احتياجات المواطنين وخاصة ما هي هذه المناطق مها؟ لأنه يعني خلال هذا اليوم تابعنا أن الوضع الإنساني صعب، وضع المستشفيات صعب، أيضا هناك مناشدات ومطالبات من يعني مطالبات أممية إنسانية حقوقية حتى طبية بأن يتم تحييد يعني تحييد الإنسان في السودان، المواطن السوداني، بعيدا عن هذه الاشتباكات، وبالتالي يعني تختلف الأوضاع الإنسانية من منطقة إلى أخرى بحسب شدة المعارك وحتى تجهيز هذه المستشفيات حتى قبل أن تبدأ هذه الأوضاع المضطربة منذ 3 أيام. وبالتالي لو تخصصي لنا لو سمحتي أو تفصلي لنا أي هذه المناطق الآن يعني بحاجة لدعم إنساني فيما يتعلق بالدعم المستشفيات، يعني هناك مناشدات أيضا تطالب بيعني ممرات إنسانية للمدنيين. نعم السحر، يعني أبرز المناطق التي تحتاج إلى ممرات آمنة هي منطقة بري المتاخمة لمطار قيادة الجيش، المتاخمة لمطار الخرطوم الدولي، حيث تشهد هذه المناطق منذ 3 أيام اشتباكات عنيفة، وهنالك أيضا إطلاق نار وسط الأحياء بين الطرفين بعد أن امتدت هذه الاشتباكات من محيط القيادة ومطار الخرطوم ووصلت حتى الأحياء القريبة من هذه المنطقة. هذه أكثر المناطق المتضررة. أيضا هنالك مناطق جنوبية الخرطوم، أما منطقة بحري يعني سحر هنالك انقطاع تام للمياه والكهرباء. المواطنون هنالك يشكون من انقطاع للمياه لمدة 3 أيام، يعني هم يطالبون بضرورة أن يتم يعني إصلاح الأخطاء التي حدثت
في المنطقة الرئيسية التي تمد، المحطة الرئيسية التي تمد منطقة بحري بمياه السور، بأن يتم إصلاحها بسرعة عادلة حتى يتسنى للمواطنين للحصول على المياه. أما بالنسبة للوضع الإنساني في المستشفيات، فدعيني أشير إلى أن هنالك العديد من المستشفيات خرجت عن الخدمة، منها مستشفى الشعب التعليمي الخرطوم، وهنالك أيضا حالة من الخوف وسط المرضى والأطفال ومرافقيهم بعد أن أصابتهم الرصاصات الطائشة من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. الآن هنالك وضع صعب، تم أيضا إخلاء مستشفى الشرطة وهو خارج عن الخدمة بمنطقة بوري. أيضا يتحدثون الأطباء في هذه المستشفيات أن الإمدادات الطبية أو الاحتياجات، المستشفى يفتقر لأبسط المقومات والاحتياجات الطبية، هنالك حاجة إلى العديد من الأطباء.